مشاهدينا أهلا بكم، وهذه الحلقة من صحافة الغد، هذا البرنامج الذي يتناول أهم وآخر الأخبار الصادرة في الصحف والمجلات المصرية. الصحيفة التي نتجول بين أخبارها اليوم هي أخبار اليوم، ومعنا للتعليق على الأخبار الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي بالجريدة. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا عبير. أهلا يا فندم. البداية مشاهدينا ستكون مع القمة 30 للاتحاد الأفريقي والتي تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويشارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الخبر يقول: الرئيس يشارك في القمة الأفريقية، الرئيس يرأس قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي لبحث سبل مكافحة الفساد. يعني أستاذ أحمد، مشاركة السيد الرئيس تأتي في إطار حرص مصر على دعم وتطوير العلاقات مع جميع الدول الأفريقية. تعليق حضرتك. هو حضرتك طبعا عارفين احنا خلال عشرات السنين الماضيه كانت مصر بعيده كل البعد ايام الرئيس المخلوع والمعزول عن القاره الافريقيه، اهملناها، ما شاركناش في لقاءات كتير جدا في قمم كتير كانوا بيعملوها. الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى مقاليد الحكم كان ليه وجهه نظر مختلفه تماما، والتقريب من القاره الافريقيه لانها قاره مليئه بالثروات ومليئه بالخدمات وتعاون مشترك بين مصر والقاره، ده هيفيد طبعا مصر بشكل كبير. مصر عادت من جديد بالفعل الى او احتضنت القارة الأفريقية من جديد، وهتشارك ان شاء الله يوم الاحد في قمة الثلاثين، هيحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. هي القمة هتنعقد الاحد والاثنين، لكن القمة اساسا في من يوم 22 يناير، والقمة شغالة اساسا على مستوى وزراء الخارجية. طبعا في حاجات كتير قوي هتتكلم فيها، يعني هيتم مناقشتها خلال اعمال القمة. خلينا يا فندم يعني ابدا بانشطة السيد الرئيس خلال هذه القمة. هو الرئيس مشاركته في خلال هذه القمة هيتحدث طبعا عن السلام والامن الدوليين بين مصر والقارة الأفريقية بشكل كبير، هيتحدث عن التجارة الحرة بين مصر والقارة، هيتحدث عن الاستثمارات المصرية. طبعا في اتجاه ان هيتم مناقشة خلال هذه القمة بين الرئيس وحضور 33 زعيم ورئيس عربي أفريقي، طبعا هيتكلموا عن سوق جوي موحد افريقي موحد يشابه السوق الاوروبيه المشتركه. نعم. او يكون في جواز سفر يربط بين الدول الافريقيه بعضها ببعض، دي اهم الملفات اللي هيتكلم فيها الرئيس. طبعا الرئيس هيتكلم عن الفساد، لان عنوان القمه هي الانتصار في مكافحه الفساد. صحيح. طبعا الرئيس هيتحدث، عارفين ان الفساد انتشر او استشرى خلال السنوات الماضيه داخل القاره، وده بيأثر على التنمية الاقتصادية بشكل كبير. يمكن يا فندم ده خليني أسأل، كيف يمكن لدول قارة أفريقيا أن تكافح الفساد من أجل يعني تحقيق متطلبات شعوبها؟ والله يكافح الفساد، هم في اتجاه أنه يعملوا إدارة مشتركة، الاتحاد الأفريقي يعمل إدارة لمكافحة هذا الفساد داخل القارة. طبعا هيبقى مصر بتمثل فيها بشكل كبير، لأن مصر خاضت خلال طبعا السنوات الماضية جهود كبيرة جدا هيتم الاستعانة بها في مكافحة الفساد. شفنا اللواء محمد عرفان مكافحه الفساد داخل مصر، فطبعا القاره الافريقيه هي بتحتاج طبعا الى الجهود المصريه في كل شيء. نعم. في مشروعات التنميه، فيتم استغلالها بشكل كبير جدا من خلال هذه الاداره لمكافحه الفساد داخل القاره. نعم. خلينا ننتقل للتالي، والتالي مشاهدينا هو حوار اجرته الجريده مع وزير التجاره والصناعه المهندس طارق قبيل، والحوار يقول: طارق قبيل وزير التجاره والصناعه في حوار لاخبار مصر: مصر على اعتاب نهضه صناعيه غير مسبوقه، وحققنا اكبر معدل تنميه في نمو الانتاج الصناعي العام الماضي، والاصلاح الاقتصادي اعاد الصناعه الى الحياه. يمكن خلال هذا الحوار السيد الوزير يعني تحدث عن اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تمت خلال الاربع سنوات الماضيه، فتفاصيل هذه النقطه. هو هكا الوزير بيتكلم في الحوار ده، اجرته اخبار اليوم مع الوزير طبعا كان حوار مهم جدا، انه بيتكلم عن التنميه الاقتصاديه بشكل كبير. كلنا شفنا منذ ثوره 25 يناير وحتى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم توقف ما يقرب من 1500 مصنع، طبعا ده تشرد مئات الالاف من العمال. طبعا التحليل ده بيتكلم عن ايه؟ ان مصر بالفعل داخله على اعتاب نهضه اقتصاديه او صناعيه ضخمه جدا، لان في مخطط او لانشاء 13 مجمع صناعي يحتوي على 4400 مصنع. الوحدات الصناعيه او المصانع دي اراضيها متوفره، تصل مساحتها من 200 الى 600 متر المصنع، هيكون بنظام حق الانتفاع من 30 الى 50 سنه. طبعا المصانع اللي تم اغلاقها خلال السنوات الماضيه خلال ايام حكم الاخوان المسلمين والجماعات الإرهابية التي خاضت حروب مع مصر وتوقفت بسببها هذه المصانع، أعاد الرئيس تشغيل نسبة كبيرة جدا من هذه المصانع. إلى أن خلال العام الماضي أو الثلاث سنوات الماضية تم عمل مصانع في الصعيد اللي كانت مهملة خلال العقود الماضية،
تم عمل مصانع او استثمارات في الصعيد بتكلفه في منطقه في محافظه سوهاج 2.2 مليار دولار، تم عمل مصانع في منطقه السادات، تم عمل مصانع ايضا في محافظه قنا بمبلغ 300 مليون جنيه، ومصانع في العديد من مناطق الصعيد. دي طبعا طفره اقتصاديه ما كانش حد، الناس بتقول هو الرئيس عمل ايه خلال الفتره، المهاجمين للرئيس قالوا بيحاولوا يعرقلوا مسيره الرئيس، لا ده الرئيس في مصانع كتير انشئت خلال الثلاث سنوات الماضيه او الاربع سنوات الماضيه. ولسه في مصانع هتتعمل للمجمع الصناعي. صحيح، يمكن في يعني في هذا الحوار الوزير القى الضوء على انشاء 4400 مصنع لتشغيل الشباب، وده بتوفير المبالغ بتاعتهم الدوله وفرتها بتصل حوالي 5 مليار و400 مليون جنيه. احنا قلنا الاراضي متوفره، الفلوس متوفره، هيتم بالفعل ان الرئيس بيشدد بشكل كبير جدا على اقامه هذه المصانع، مصانع ثقيله، مصانع صغيره للشباب والفئات الاقل دخلا. طبعا ده هيحقق طفره اقتصاديه هائله جدا خلال الفتره الجايه. مصانع انشئت، مصانع هيتم انشائها، مصر مقبله على عصر نهضه صناعيه شامله. صحيح، يمكن السيد الوزير ايضا القى الضوء على صناعه السيارات، قال انه غير راضي عنها ولكن تحدث ايضا عن تطوير هذه الصناعه. ده بالنسبه لصناعه السيارات، ده بيتم انشاء منطقه كامله لصناعه السيارات، كان في بعض المشاكل الوزير تحدث عنها انه تم ازالتها، وتم تحدث ايضا ان في منطقه صناعيه مصريه روسيه باستثمارات تصل الى 7 مليار دولار تم الانتهاء من توفير الارض، تم الانتهاء من الدراسات، هيتم العمل فيها خلال الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله. مشاهدينا التالي يتحدث عن معركة جديدة انتصر فيها المصريون، يعني معركة صحية هذه المرة والمعركة ضد فيروس سي. الخبر يقول رغم حروب مافيا الدواء العالمية حرر المصريين من فيروس سي. هذا المقال بيتحدث ان هناك ثلاثة محاور اعتمدت عليها هذه المعركة من اجل يعني تحقيق الانتصار على هذا المرض القاتل. تفاصيل حضرتك بالنسبه للفيروس سي عشان المشاهد يبقى فاهم، احنا في الاخر تقريبا كان في 2013 وصل اعداد المرضى اللي تم علاجهم من فيروس سي 250 الف مريض. نعم. الرئيس عندما تولى السلطه قال كان في حرب، بالفعل نجح الرئيس انه يخوض هذه الحرب وينتهي منها وينتصر في هذه الحرب، وتم علاج ما يقرب من 3,600,000 مريض خلال الاربع سنوات الماضيه. نعم. طبعا تكلفه هذا العلاج بالنسبه لامريكا اللي هي اكبر دوله في العالم بيصل الى 80,000 دولار. مصر قدرت توفر هذا الدواء اللي قدر يعالج من سن يوم الى سن 59 عام، قدرت تعالج ما يقرب من زي ما قلنا 3,600,000، وبجرعه الدواء بتصل الى 80 دولار. يعني فرق كبير جدا بين دوله متقدمه بتبيع ب 80,000 دولار ومصر ب 80 دولار تكلفه العلاج. استطعنا بشكل كبير جدا المحاور اللي حضرتك بتتكلمي عليها، الثلاث محاور قدر الرئيس او قدر وزير الصحه من خلال وزاره الصحه انها توفر مراكز لعلاج هذا الفيروس في جميع المحافظات. لما عالجنا 250 الف ايام الاخوان المسلمين في 2013 كان عدد المراكز 35 مركز. لا دلوقتي المراكز تعدت 180 مركز في جميع المحافظات، عالجت نسبه كبيره جدا من المرضى، اصبح الفيروس بالنسبه لنا شيء عادي جدا وبيتم علاجه، وكل اللي بيتقدم لوزاره الصحه على نفقه الدوله. طبعا مافيا الدواء زي ما حضرتك بتقولي هجمت بشكل كبير، لان احنا بنتكلم في كانت بتبيع على مستوى العالم بكميات رهيبه باسعار فلكيه. صحيح. في مصر يعني 80 دولار مصر تقدمت، مصر بيجي لها كل جميع المرضى من جميع انحاء العالم بتعالج هنا على ارض مصر. طبعا شفنا مراكز كانت بتعالج بعض الاجانب وتم غلقها، لان كانت واخده تصاريح. طبعا مصر تقدمنا بشكل كبير جدا، عشان كده المافيا حابه تواجه او تحارب هذا الدواء، لكن احنا نجحنا ان احنا نوفره وان احنا نعالج، والحمد لله نسبه كبيره من المصريين نشوفه من هذا المرض. تمام. مشاهدينا التالي يتحدث عن قانون السكة الحديد وتعديلات هذا القانون. الخبر يقول إشراك القطاع الخاص ومضاعفة العقوبات أبرز تعديلات قانون السكة الحديد. يعني مشروع هذا القانون أمام البرلمان الآن بينتظر يعني الموافقة لكي يخرج إلى النور. أهم تعديلات هذا المشروع يا فندم. أهم تعديلات المشروع ده اللي وزارة النقل تقدمت به إلى الحكومة، والحكومة تقدمت به إلى البرلمان، إن هم هيشاركوا القطاع الخاص، هينشئ خطوط سكة حديد. القطاع الخاص هيشغل وهيعمل صيانة للخطوط القديمة، هيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على السكة الحديد، بتصل عقوبتها إلى الحبس وتضعيف الغرامة اللي هي كان في القانون القديم. طبعا دي أهم التعديلات اللي طرحتها وزارة النقل على الحكومة أو على البرلمان، وفي انتظار خروج هذا القانون إلى النور. طبعا إن مبررات وزير النقل أو كلام إن السكة الحديد بتخسر لحد النهاردة 47 مليار جنيه، كان اللي بيستقلوا أو بيركبوا السكة الحديد سنة 1950 لا يتعدوا 7 مليون
راكب دلوقتي احنا وصلنا ل 350 مليون راكب، وده عدد كبير جدا. بيقول ان القطاع خلال عشرات السنين كان مهمل، كان لازم يتم تعديل للقانون عشان اقدر يعني يسلط يده او يبسط يده على هذا القطاع حتى يستطيع ان يحقق ارباح. او بس للعلم ان عشان الناس ما يبقاش عندها قلق من مساله انشاء القطاع الخاص، احنا المصريين عندهم قلق من القطاع الخاص لما بيخش بالذات في الحاجات اللي زي دي، ان هيبقى في اشراف من وزاره النقل على خطوط السكه الحديد، هتبقى بحق انتفاع حوالي 30 سنه، يعني الشركه هتحصل على حق انتفاع 30 سنه في التشغيل. نعم. والاداره والصيانه. نعم. لكن كلها تحت مرأة ومسمع من الدوله. نعم. عشان ما يبقاش فيها اهمال او بيبقى فيها تجاوزات، لا الدوله هتضع يدها على هذا المرفق. نعم. خلينا ننتقل يا فندم من قطاع السكة الحديد إلى قطاع التموين، وخبر آخر يقول التموين تثبيت أسعار المنتجات خلال 2018. يعني هذا الخبر بيتحدث عن خطة وزارة التموين للسيطرة على الأسعار وإجراءات يعني الوزارة في الفترة القادمة. وهيك احنا شفنا الشهور او نهايه 2017 خرج عليها الدكتور عالم صرحي وقال ان هو هيدون اسعار السلع على هيدون الاسعار على السلع في جميع المجمعات وفي جميع اماكن بيع السلع الغذائيه. وطبعا في احنا في اول 2000 قال هيطبقها، هو بتطبق بس مش بشكل كبير جدا، لكن هو هيثبت الاسعار. هو في مخاوف عند المواطنين ان في تقرير خرج من منظمه الاغذيه والزراعه العالميه الفاو بيقول ان عام 2018 تزيد الاسعار بنسبه 8%. طبعا خلى وزير التموين عمل عقد اجتماعات وقال لا احنا لازم في خطوات للمساله دي. تم خلال الخطوات دي ان هم هيوفروا السلع الاستراتيجيه الاساسيه تكفي لاربعه شهور، ومؤسسه الرئاسه هتوفر 2 مليار دولار لتوفير هذه السلع. طبعا هيثبت الاسعار السلع الاساسيه من زيت وسكر. السكر سعره هيبقى ثابت هذا العام 10 جنيهات للكيلو، الزيت متوفر. هيفتح منافذ في جميع المحافظات او المناطق المحرومه عشان يقدم لهم سلع مدعمه او مخفضه عشان تقدر الدوله تسيطر على مساله الاسعار. نعم. خلينا ننتقل للتالي والتالي مشاهدينا عن مشروع دور مصر للاسكان المتوسط. الخبر يقول تسليم الدفعه الثالثه من وحدات دور مصر في 18 من فبراير يعني المقبل. خلينا نبدا في البدايه بتسليط الضوء او بالقاء الضوء على هذا المشروع، مشروع دار مصر للاسكان المتوسط. ما هو هذا المشروع استاذ؟ مشروع دار مصر ده مشروع بيتم في منطقه في العاصمه الاداريه الجديده، مشروع طبعا بيوفر عشرات الالاف من الوحدات السكنيه. احنا شايفين منطقه القاهره الجديده منطقه شاسعه، مساحات كبيره جدا تستوعب الدوله. هتعمل دار مصر هتوفر وحدات سكنيه في متوسط الدخل ومحدود الدخل باعداد كبيره جدا، هيتم تسليمهم خلال زي ما حضرتك قلت 18 فبراير. هو في 8 عمارات هيتم تسليمهم بالفعل، وست عمارات في منطقه الفردوس. دي اماكن يعني بشكل مبدئي، دي المرحلة الثالثة. لكن ما سلموا قبل كده ما يقرب من 2000 أو 3000 وحدة في أول مرحلة، ونفسهم برضه في المرحلة الثانية والثالثة، دي بدايتها يعني. دي التسليم. وفي حاجة ثانية وزارة الإسكان بتعملها، إن الناس اللي اترفضت خلال الفترة اللي فاتت بإدتهم ميعاد يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله، إنه آخر ميعاد يقدموا فيه عشان إن شاء الله يقدروا يستطيعوا أن يحصلوا على وحدات سكنية أخرى. طب خلينا يعني هذا الموضوع بياخدنا أيضا لفكرة الإسكان الاجتماعي وخطة الدولة في هذا الإطار. ده حضرتك ده الدولة هتوفر ما يقرب من 1 مليون وحدة سكنية. ده الخطة اللي الدولة بتقوم بيها. تم توفير على مستوى الجمهورية ما يقرب من 200,000 وحدة سكنية، يعني الدولة أنشأت وهتسلمهم للناس للمتقدمين، وهتطرح أعداد كبيرة لنا على حوالي 5 سنوات. دي كانت أول مرحلة. مشروع قومي كبير جدا هيكلف الدولة أكتر من 10 مليار جنيه، وده طبعا احنا شايفين ان هو مشروع نجح بشكل كبير، وهيقدر يعني يحد من مساله توفير فرص عمل، لان بيستوعب اكتر من 500,000 فرصه عمل على مستوى المشروع، وده حاجه كويسه جدا ان شاء الله. خلينا ننتقل ايضا لخبر يعني جيد اخر، وهو خبر عن حاله الطقس، حيث بيتوقع خبراء الارصاد الجويه تحسن في حاله الطقس. الخبر يقول تحسن في درجات الحراره اليوم واستمرار سقوط الامطار. يعني اذا هناك تحسن في درجات الحراره، لكن الامطار يعني ما زال هناك فرصه لسقوط الامطار. فتفاصيل حاله الجو. هو حضرتك طبعا هيئه الارصاد طلعت بيان النهارده يعني بتنبه المواطنين ان هم يتخذوا الحذر. احنا شفنا النهارده ان في نوه في الاسكندريه، في نوه في السويس، تم اغلاق العديد من المواني
كفر الشيخ كان فيها امطار يعني امطار وصلت الى حد الثلوج. طبعا القاهره احنا شايفين امطار النهارده والامس والامس امطار شديده. فطبعا هي هيئه الارصاد يعني بتوخي الحذر للمواطنين ان هم برضو يلبسوا تقيل زي ما هم. الناس ما تتخيلش ان لما الجو لا في تحسن، ده تحسن بسيط. النهارده درجه الحراره الصغرى 8 والكبرى 11، بكره ان شاء الله حوالي 14 و10. يعني ان شاء الله نامل خلال الايام الجايه ان الجو يعد للتحسن التدريجي بشكل جيد. يمكن ايضا الخبر بيلقي الضوء على اجراءات بعض المحافظات يعني من اجل مواجهه سقوط الامطار، خاصه الاسكندريه كما ذكرت وكفر الشيخ. طبعا احنا شفنا السنوات الماضيه لما كان بيحصل امطار في اسكندريه كانت غرقت في شبر ميه. لا ده المحافظات والمحافظين والمحليات اللي موجوده اللي هي بشكل مؤقت لا بتقوم بدور كبير جدا، بتوفر عربات الشفط المتواجده بشكل دائم عشان ما يحصلش اللي حصل قبل كده والناس تغرق او البيوت او المنازل اللي يتم غرقها. لا في اجراءات كبيره جدا، ده غير ان السيول اللي بتقوم بيها وزاره الري عامله خطه خلال الايام الجايه عشان يعني توخي الحذر مساله السيول اللي ممكن تحصل وتغرق زي ما غرقت قبل كده مدن كبيره. لا الدوله بتقوم بمجهود كبير السنه دي باذن الله، وان شاء الله ما فيش اي قلق من مساله الجو، وهيتم السيطره على يعني الخدمات اللي موجوده في تواجد من المحافظين ومن المحليات ان شاء الله. الاستاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي باخبار اليوم كنت معنا في هذه الجوله الصحفيه السريعه، شكرا لك. شكرا لحضرتك. مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من صحافة الغد، غدا بإذن الله حلقة جديدة، فريق عمل جديد، فإلى اللقاء.